المخاوف من كورونا المتحور تتأكد، أمريكا تسجل أولى حالات اختراق اللقاح، وإيبولا مجدداً في غينيا. ابقوا معي، هناك المزيد في العربية صحة. تحورات كورونا وسلالاته شبح أخافنا منذ نهاية العام الماضي. يبدو أننا كنا على حق. دراسة جديدة اعترفت بأن السلالة البريطانية والمعروفة باسم B117 أكثر قابلية للانتقال بنسبة 30 إلى 70% من الفيروس الأصلي، وكشفت أنها الأكثر فتكاً بسبب ارتفاع أعداد المصابين بها. بل إن العلماء البريطانيين في الدراسة التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز أكدوا أن السلالة تزيد عدد حالات الإصابة الخطرة التي تتطلب وحدات العناية المركزة. أفضل أمل لإنهاء كورونا ليس فعالاً 100%، هذا ما نعرفه عن اللقاحات حتى الآن. وولاية أوريغون الأمريكية من أولى الولايات التي تسجل إصابة أشخاص بكورونا، رغم تلقيحهم بشكل كامل وفق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات هناك. المصابون 4 تأكدت إصابتهم رغم مرور وقت كاف على تطعيمهم بالجرعتين، وبذلك هم أوائل من حملوا ما يسمى بحالات الاختراق في الولايات المتحدة، حيث يصاب شخص بالفيروس رغم تلقيحه. مهمة تحقيق منظمة الصحة العالمية في ووهان الصينية انتهت بالإحباط، هذا ما عبر عنه الفريق الذي أكد أن السلطات الصينية لم تزوده بمعلومات وملفات الإصابة الأولى التي رصدت في سوق هوانان للمأكولات البحرية. الفريق كان يرغب بالتمكن من الوصول إلى البيانات الأولية عن حالات مرض سجلت في الصين قبل ديسمبر 2019 كالإصابات بالالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا أو الحمى، كان يمكن أن تكون في الواقع إصابات بكوفيد-19. من كورونا إلى إيبولا الذي ظهر مجدداً في غينيا بعد اختفائه لخمس سنوات في هذا البلد الأفريقي. وزارة الصحة في غينيا عبرت عن قلقها الشديد بعد وفاة 4 أشخاص بفيروس إيبولا، من بينهم ممرضة أصيبت نهاية يناير الماضي. وغينيا كغيرها من الدول الأفريقية عانت من إيبولا منذ أن ظهر لديها في 2013 وحتى 2016، وأسفر حينها عن 11,300 وفاة في أنحاء المنطقة. Thank you.